مساكم الله بالخير احبائي، عسى الله يحييكم. اليوم بمشيئة الله او الحين عندي شيء بسيط بسويه، اللي هي البيتزا لي نفسها. والله ما تغدينا لكن قلنا بسوي بيتزا. على العموم عندي شوية مقادير ممكن انتم تغيرون فيها. عندي الدجاج المحمصة ذا مع الطماطم والفلفل الاخضر والزيتون والكشنة، وكذلك جبنة موزريلا والفلفل الصفراء والحمراء دي، يعني كإضافة او كإضافة مكونات. البيتزا على العموم مكوناتها كثيرة، في اللي عنده في خاطره اي شيء يسويه ممكن. المكونات اللي زي كذا ما هي إلزامية، عاد كل على حسب رأيه، لكن أنا أتكلم عن المكون الأساسي هي العجينة اللي موجودة قدامنا هذه، مكونة من 4 كاسات دقيق على ملعقة خميرة، وكذلك كوب حليب وكوب ونص كوب زيت وملعقة بيكنج بودر. أنا مسويها وخالطها ومعجنها ولها 40 دقيقة من يوم الخمرة. بسم الله ما شاء الله، عجينة على كيف كيفكم. نبدأ نسوي البيتزا ونقول بسم الله وتوكلنا على الله. طبعا اخذت جزء من العجين هنا وببدا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ابدا انزله وافرده علشان نبدا نسوي مكونات البيتزا. بعد ما حطينا العجينه في القالب سويناها بالشكل اللي مناسب، انا حطيت زودت هنا علشان تنتفخ شوي. بحط الصلصه كطبقه اول، بعدين بحط جبنه موزاريلا، بعدين بحط التشكيلات الثانيه. بسم الله توكلنا. رصينا جبنه الموزاريلا، الان ابدا ايش انزل الطماطم الطريقة هذه، وانزل الفلفل والباقي التشكيلات. خلصنا من تشكيل البيتزا حقتنا، الان بحطها في الفرن من تحت، بخليها نازلة شوي مدة 10 دقائق، بعدين ارفعها الفرن. كذا خلصنا يا اخواني من البيتزا حقتنا، او بتشوفون الحين بطلعها على صحن وتتقطع بالعافية للجميع. طبعا هذه بيتزتنا بسم الله ما شاء الله. المشكلة اللي يبغى يتصور ويتفنن ويبغى يقطع في نفس الوقت، لكن بالعافية لي وللشباب الموجودين، ما في أحد إلا أنا وأبو علي طبعا.